بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وهذا مجلس جديد متجدد في مجموعة من الطروس العلمية والقراطيس السلفية، ونحن مع كتابنا الأول فقه الأدعية والأذكار لشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن شيخنا العلامة عبد المحسن عباد البدر المدرسين بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد وصلنا إلى دعاء الكرب، أدعية الكرب. نتكلم الآن عن أدعية الكرب. نجانا الله وإياكم من كل كرب ومن كل ضر، إنه على كل شيء قدير. بادئ ذي بدء، آمين يا رب. بادئ ذي بدء، نريد أن نعرف ما معنى الكرب. ها مشايخ، ماذا ينقدح في ذهنكم لما نسمع هذه الكلمة؟ ما معنى الكرب؟ الغم والهم. أي الآيات الغم، نعم الغم والهم. نجانا الله وإياكم، الذي يأخذ بالنفس، الذي يأخذ بالنفس. طيب، هل هذه الكلمة ذكرت في القرآن؟ هل هذه الكلمة ذكرت في القرآن؟ نعم يا شيخ. كم مرة ذكرت في القرآن؟ 3 مرات. قال الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وفي الصفات في موضعين، هذه في الأنبياء: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، لما تكلم ربنا تبارك وتعالى أيضا عن نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيضا لما تكلم ربنا عن موسى وهارون قال: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فدائما ذكر الكرب أيها الكرام الفضلاء مع كلمة أنه عظيم، مع كلمة تيش أنه عظيم. ثم ذكر نكرة مرة واحدة في سورة الأنعام: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لما هم تكلموا قال: قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونا تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهذه الكلمة أيها الكرام الفضلاء الأصل فيها كرب، كرب يكرب كربا وكروبا، فهو كارب. والمفعول منها مكروب، فنقول كربه الغم يعني اشتد عليه وأحزنه، ونقول كربه العبء الذي حل به إذا اشتد عليه وثقل. وهذا الفعل كرب من أفعال المقاربة بمعنى كاد، يعني لما نقول كارب أن يفعل كذا يعني أوشك أن يفعل كذا. أوشك، لما نقول كاربت الشمس أن تغيب يعني دنت. والكرب مفرد وهي بسكون الراء المهملة كرب، والفعل بفتح الراء المهملة كارب كارب كارب. وهذا الفعل أيها الكرام الفضلاء كما قلت لكم ذكر في كتاب الله عز وجل 4 مرات، 3 معرفا وواحدة نكرة.
هذا الفعل يعتبر فعلا ثلاثيا متعديا، يعني يتعدى لما نقول كربت أكرب، كربت أكرب، فنقول كر يعني كربته المشاكل، يعني صعبت، صعبت إيش؟ صعبت عليه، صعبت، صعبت عليه. نقول كرب الأرض يعني قلبها، حرثها، فلا نقول كرب الدلو، هذا فعل متعدي مفعول به الدلو، يعني جعل له كربا يعني حبلا يشد في وسط خشبة الدلو، هذا معنى إيش؟ معنى هذا. فهذا يدل على المادة، هذه تدل على الحزن والغم الشديد، نجانا الله وإياكم وإياكم منها. ومن من الناس، ومن من الناس أيها الكرام الفضلاء من ينجو من هذا الأمر؟ من من الناس؟ سيد الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي نزل به من الكرب، ولما قالت فاطمة وكرب أبتاه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، وكان ذلك في سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا نزلت هذه الكروب ونزلت هذه الخطوب أن نفزع إلى علام الغيوب، وهو تبارك وتعالى الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا السوء وهذا الكرب الذي ينزل بالناس لا يكشفه إلا رب الناس. والنبي علم الصحابة أدعية الكرب والهم والغم لكي يقضي على الدجاجلة والمشعوذين وعبادة الأصنام، لأنهم كانوا قديما إذا نزل بهم الأمر يذهبون إلى الأصنام ويذهبون إلى الدجاجلة ليجدون عندهم حلولا. فقال الله عز وجل ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا. فجاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عند الكرب كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تأملوا في هذا الذكر وهذا الدعاء، كله تنزيه وتوحيد، يعني لا يكشف الضر والبلوى إلا الله تبارك وتعالى، لا يكشف البلوى إلا الله عز وجل، هو الذي يكشف البلوى وهو الذي يكشف الضر تبارك وتعالى. ولذلك كان من الكلام الجميل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل، لك الله في كل أمورك، من لك غير الله عز وجل، من لك غير الله تبارك وتعالى، وهو عز وجل الذي يعلم سرك ونجواك. أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه
رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشهب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من إلى من تطمئن به القلوب، ولا أرجو سواه إذا دهاني زمان الجور والجار المريب، فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب، ومن لغير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم غيم رحمته يصوب، فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب، فآمن روعتي واكبت حسودي يعاملني الصداقة وهو ذيب، وعد النائبات إلى عدوي فإن النائبات لها نيوب لها نيوب، وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب، ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب، ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب، هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أنيب. هذه كلمات قالها ذلك الرجل، ثم ختمها بقوله فقال: وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب، وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب، وصلي على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب. هذا الباب: إنما يعلمنا إذا اشتدت عليك الخطوب والملمات فعليك بنصب قدميك لفاطر الأرض والسماوات، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيا من نزلت بك الأمور الشدائد وظلمت وابتليت ومرضت، فأين أنت من قوله وهو العلي العظيم، فأين أنت من قوله فسبح باسم ربك العظيم. الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكون بها ملما الصوت يا شيخ. عم ابو نايف. نعم. ما في صوت. ما الشيخ ما قفل. فهذه الأمور التي يقع الناس فيها ليس لها من دون الله كاشفة. والله عز وجل هو الذي يرفع الضر، وهو الذي يكشفه تبارك وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر عز وجل، وهو على كل شيء. وأذكر من القصص في ذلك في مسألة الكرب أن الإنسان، واستعينوا بالصبر والصلاة، الإنسان يستعين في أموره بالصبر والصلاة. ومن القصص في هذا الباب أيها الكرام الفضلاء
أن رجلا ظلم في أرض كانت بجوار بيته، أرض هي له لكن ما عنده عليها صك سبحان الله، وقام جار من جيران من جيرانه وادعى أن الأرض له، وادعى أن الأرض له، وأصبح ذلك الرجل في هم وفي كرب عجيب، واختصموا إلى القاضي، والقاضي إنما يحكم بما عنده من البينة. فقال للمتخاصمين بينتك؟ قال ما عندي بينة. قال يمينك؟ فإذا بالرجل أتى بالشهود، شاهدي زور عافنا الله وإياكم، فأتى بهذين الشاهدين ثم أقسم أن هذه الأرض لفلان زورا وباطلا في يد ذلك الرجل سبحان الله، وما أصاب من الهم والغم الشديد، وخرج من المحكمة، ولما وصل إلى بيته صلى ركعتين، وهذا من السنة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال اللهم إنك تعلم إنهم قد ظلموني، اللهم فانتقم منهم ولا توصلهم إلى بيوتهم يا رب العالمين، وخذ لي بحقي ممن ظلمني. يقول لك سبحان الله، والصك معهم والثلاثة في سيارة واحدة في طريقهم إلى البيت، وجوا عند الدوار، عند الدوار السكوير الذي يدخلون منه على الشارع الذي يوصلهم إلى بيتهم، فتنقلب السيارة فيموت الثلاثة جميعا، الثلاثة جميعا يموتون، ويرفع ذلك الرجل إلى بيته، والزوجة طبعا شيء طبيعي لما يجرد الميت من ملابسه ويفتش فيه إذا في أموال في أشياء، فوجدت هذا الصك، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى نفس القاضي وقالت أيها القاضي أشهد الله أن هذه الأرض ليست لنا، وإنما هي لجارنا الذي اختصم معه زوجي، وكم ناصحناه فلم ينتصح، وإن الله قد أنزل به ما ترى، وإني أخشى الدعاء على ولدي وعلى نفسي. في القصة الثانية أيها الكرام الفضلاء، رجل أصيب بالصحة سرطان في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، ثم عنده موعد كان في مستشفى الملك عبدالله للأورام اللي في مكة، فلما ذهب قالوا نعم فعلا عندك أورام سرطانية وكذا، وبعد أسبوعين تأتينا لنبدأ في العلاج الكيمو راديو ثيرابي، الكيمو راديو ثيرابي العلاج الكيميائي والإشعاعي. يقول هذا الرجل لما ذهبت وبدأت أبحث في أدعية الكرب إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، فلزمت هذين الدعائين الذي ذكرته لكم أولا في الصحيحين، اللي هو دعاء ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم، والآخر الذي في السنن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به من مكروب إلا حديث سعد بن أبي وقاص، ما دعا به من مكروب إلا فرج الله عنه تبارك وتعالى واستجاب له، طبعا هو عند الترمذي وهو حديث أيضا صحيح. قال فلزمهما، لا يفتر عنهما، لا يفتر عن هذين الدعائين وهذين الذكرين أيها الكرام الفضلاء. قال ولما ذهب بعد أسبوعين إلى المستشفى ليبدأوا بعمل التحاليل استعدادا للعلاج، قالوا إن السرطان قد ذهب وقد مضى، ما في ولا شيء، ورجع بارئا معافا. فلذلك أيها الكرام الفضلاء، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا. لكن هنا أريد أن أنوه على مسألة أيها الكرام الفضلاء، وهي أن كثيرا منا يفعل العبادة من أجل الدنيا، يعني تقوم الليل من باب سعة الرزق، تصل الرحم من باب من أحب أن يبارك له في رزقه وأن ينسى له في رحمه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، تقرأ سورة البقرة لكي تتزوج، الثاني لكي يقرأ الأذكار من باب الحرز والحفظ إلى غير ذلك. نقول أخي الحبيب الغالي لا تكن كذلك، فإنك إن فعلت ذلك لذلك كان حظك ما أصابك، يعني إذا أنت بس مسوي
قيام الليل من باب سعة الرزق، البقرة من باب الحرز من الشياطين، فهذا هو حظك منها، هذا سيكون حظك منها، كما قال ذلك ابن جرير والإمام القرطبي والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهذا متكاثر معروف عند أهل العلم. لكن اجعل أخي الحبيب، اجعل حظك من العبادة اجعل حظك من العبادة إخلاصها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، اجعلها مخلصا أنت فيها لله، ويأتيك بثمراتها، فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. والشيخ سعد الشاثر يقول كلام عجيب، يقول عجبت لمن يقرأ الأذكار من باب الحرز والتحصينات، يقول لماذا لا تجعلها طاعة لله وتأتيك ثمراتها. مثل بعض الناس يقول لك 100 فائدة من الصلاة ويجعل الثواب من ضمن هذه الفوائد، لا يا أخي الحبيب الله يرضى، الثواب هذا هو الأصل. اجعل صلاتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اجعلها لله وتأتيك الثمرات الأخرى. قم صف قدميك في قيام الليل امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من باب قول ربنا تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اجعلها هكذا وتأتيك ثمرات قيام الليل كثيرة جدا لا عد، لا ما نقدر حتى نحصرها ونعدها في هذه العجالة والسانحة السريعة. اجعل صيامك، يقول لك أصوم صيام متقطع ولا أصوم من باب النحافة والرجيم، يا أخي اجعل صيامك لله تبارك وتعالى وتأتيك ثمراته بعد ذلك، إلى مثل هالأمور. يعني ما نتصدق إلا يكون عندنا مشكلة وعندنا مريض، من باب إن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي مصارع السوء، أما داو مرضكم بالصدقة حديث ضعيف. ما يعني طب خلاص صلى وصام لأمر كان يرقب، فلما انقضى لا صلى ولا صام شفى الله مريضنا، خلاص ما عاد نتصدق. يعني ما أمسك الصلاة على النبي إلا من باب إننا والله عندي هم أو عندي دين، فإذا فرج الهم وقضي الدين ما عاد تصلي على رسول الله؟ لا، لا تكن كذلك أخي الحبيب، لا تكن كذلك. اجعل كان عمله ديمة، وإذا عمل شيئا أثبتكم عند الترمذي وغيرهم، اجعل أعمالك كلها لله خالصة تبارك وتعالى وتأتيك ثمراتها، إما معجلة في الدنيا أو مؤجلة إلى الدار الآخرة، أو يصرف عنك من السوء مثلها وزيادة. نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج ما قد يصيب الإنسان من الكرب، وهو الشدة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تدهو الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولين عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي ولا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. روى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي نفيع بن الحارث الثقفي، ولقب بذلك لأنه في فتح الطائف نزل
من الحصن على أبي بكرة، والبكرة كما تعرفونها ذلك الحبل الممتد الذي يكون في نهايته بكرة يعني يرفع بها الثقل أو يرفع بها الدلو من البئر إلى غير ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المقروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا إله إلا أنت. لو سمحت يا أستاذ، نحن في أي رقم صفحة الآن؟ 186. خير. وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وذنون هو يونس عليه السلام، ولقب بذلك بمعنى ذو بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، النون اسمه الحوت اسمه النون، ذنون يعني صاحب يعني صاحب الحوت. نعم. وذنون إذ ذهب مغاضبا. هذه خاصة بس فقط بالمسلمين يا شيخ. إيش هي الأدعية هذه؟ الدعاء هذه. أيوة نعم 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 نعم، هذه كلها خاصة بالمسلمين الموحدين. نعم نعم نعم. إن هنا بيقول لم يدعو بها رجل مسلم فحدد. أيوة نعم. أيوة نعم نعم نعم، كل هذا إنما يقصد به المسلمون. نعم يقصد به المسلمون، وهذا فيها فائدة، هنا فيها فائدة بالنسبة للقرآن في العلاج، ينفع للمسلم وغير المسلم، يعني لو قرأ على غير مسلم في رقية انتفع سبحان الله. نعم تفضل. جزاك الله خير. جميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان وتجديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أرأيتم هذه الفائدة النفيسة؟ ولذلك قلت لكم أدعية الكرب كلها توحيد، أدعية الكرب لمن تأملها وجمع فيها مادة كلها توحيد. شوف حديث أسماء: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حديث سعد بن أبي وقاص: لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث ابن عباس: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لابد تحقق أنت التوحيد لكي تأتيك الثمرات، لأنها أتت هذه الأدعية لكي تبطل ما كان عليه المشركون من الذهاب إلى أصنامهم وإلى كهانهم وإلى دجاجلتهم ليرفعوا عنهم الكرب زعموا، فأبدلهم الله بهذا. ولذلك من يتأمل في باب الدعاء أيها الكرام الفضلاء يجد أن كل الأدعية توحيد، كلها توحيد واستسلام وإذعان وربوبية وإلهية لله تبارك وتعالى. فحري أن يكون لها فقه لكي لا تكون عبارة عن حروف مجردة ينطق بها الإنسان من قلب ساه لاه، أو من جسد مضيع لتوحيد الله تبارك وتعالى، فيقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي، دعوت دعوت ولم يفرج الكرب. نقول: راجع توحيدك مع الله عز وجل. ثم على الجهة الأخرى بعض الناس يقول لك: يا خطب ما هو فلان دعه وهو فيه ما فيه من البعد عن الله عز وجل. نقول: هذا استدراج، إن قال ربنا عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا رأيت أن الله يفتح على العبد وهو يعصيه
فاعلم انما هو استدراج. نسال الله عز وجل ان يعافينا من هذا المقت ومن هذا الشر ومن هذا الضر، ويضيق عليك وانت موحد ليرفع لك الدرجات. الله اكبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. احسب الناس ان يترك ويقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يرونهم ثم الامثل فالامثل. اين حتى تعرف انك انت سبحان الله تحقق التوحيد بمثل هذه الاشياء. وكما قال يحيى ابن بكير كما روى الامام البخاري في كتاب العلم: ولا ينال العلم براحه الجسد. وقال الشافعي: ابيت سهران الدجى وتبيت نائمه وتريد بعد ذاك لحاق، وحفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره. فلا بد انك تكره نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى حتى تروضها وحتى تهذبها. كابت قيام الليل 20 ثم تلذذت به 20 أخرى، وهكذا. والنفس كالطفل إذا تركه وشب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وهكذا نحن نؤدب النفس على التوحيد ونحبب التوحيد إلى نفوسنا وإلى ذرياتنا وإلى أصحابنا وفي مجالسنا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتي فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان بعد الذكر فلا تقعد مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا تجامل في توحيد ربك عز وجل حتى لا ينزل عليك المقت وتسلب بركة الإيمان من قلبك، تعرض الفتن على القلب عودا عودا. فلا، على طول اقشعر بدنك لما تجد أن محارم الله تنتهك وأن توحيد الله عز وجل يسلم. ما تجلس أبدا، تقوم مباشرة. لأن لو واحد فينا لو أنه سب في مجلس ما جلس في المجلس، لو انتقص فضلا أن يسب، لو انتقص في المجلس ولم ينزل المنزلة الكريمة اللائقة به ما جلس في المجلس. فما بالك أنك تجلس في مجلس ينتقص فيه من الباري عز وجل ومن توحيده تبارك وتعالى، وانت جالس ومستانس وتضحك إلى غير ذلك. نعم. إنه ما زال عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب مثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، تذهب عنه الكروبات وتزول عنه الشدائد والغموم ويسعد غاية السعادة. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، وأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياءه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. فلما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب التوحيد ودعوة زنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الك... فلا يلقى
يلقى الكرب العظام إلا الشرك. فلا يلقي أيوة الكرب العظام إلا الشرك. نعم. ولا ينجي منها إلا التوحيد. الله أكبر. نعم إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها وغايتها وبالله التوفيق. انتهى. وقد أمر معنا وما قد مر معنا حديث دال على هذا المعنى. أوله حديث ابن عباس وكله توحيد. ابن عباس رضي الله عنهما وكله توحيد وتمجيد لله عز وجل وترديد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله مقرونة بما يدل على عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته للسماوات والأرض وللعرش العظيم. وقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملا لمعانيها متفكرا في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسه وزال عنه كربه وشدته وهدي إلى صراط مستقيم. والثاني مع حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حيث أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزع في الكرب أو عند الكرب إلى التوحيد الذي ما دفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه كربات بمثله. قد سد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر وشوقها إلى معرفته وهيئ نفسها لتلقيه بأن طرح عليها استفهاما مشوقا: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب؟ وما من ريب أن نفسها قد طاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا أشرك به شيئا وهي كلمة إخلاص وتوحيد. وقوله الله الله هو بالرفع فيهما على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمر. وخبر المبتدأ هو قوله ربي والمعنى أن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وذل وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك هو ربي الذي رباني بنعمته وأوجدني من العدم وتفضل علي بصنوف العطايا والمنن. وقوله لا أشرك به شيئا أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وثالثهما حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المقلوب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وكله توحيد لله والتجاء إليه واعتصام به. وقوله اللهم رحمتك أرجو وتأخير الفعل دلالة على الاختصاص أي نخصك برجاء الرحمة منك فلا نرجوها من أحد سواك. وقوله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله فيه افتخار في شدة افتخار العبد إلى الله وأنه لا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين في كل شأن من شؤونه. ولهذا قال وأصلح لي شأني كله أي في كل جزئية من جزئياته
وكل جنب وكل جانب من جوانبه، ثم ختم هذا الدعاء المبارك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ورابعهما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي الحديث ولا تكلني لنفسي طرفة عين. نعم ممتاز. بعض الناس يعني كله واصلح لي شأني كله في ولا تكلني لنفسي طرفة عين. نعم ممتاز. بعض الناس يزيد أحيانا يقول ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهذه لفظة مقحمة، وهذه لفظة مقحمة وليست من الحديث، وهذه لفظة مقحمة وليست من الحديث. نعم. مثل أيضا من الألفاظ المقحمة أيضا من يأتي في دعاء القنوت، وقد نوهنا على ذلك لما مررنا به، واصرف عني وقيني أيوة وقيني واصرف عني شر ما قضيت. وهذه ليست في الحديث أبدا، إنما الحديث وقيني شر ما قضيت، وليس فيها إيش حديث الحسن بن علي، وليس فيها واصرف عني. فإن وقاك فقد صرف عنك، فإن وقاك فقد صرف عنك. فأحيانا هذه الألفاظ المقحمة في الحديث يعني سبحان الله تمنع من جمال أوتيت جوامع الكلم. نعم، فنحرص على مثله. طيب هل تضر؟ لا ما تضر إن شاء الله، لا تضر، لكن نريد أن نربي أنفسنا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن نقف على الألفاظ النبوية الواردة، فإن فيها الخير والبركة، فإن فيها الخير والبركة. نعم. ولهذا قال واصلح لي شأني كله، أي في كل جزئية من جزئياتي وكل جانب من جوانبي، ثم ختم هذا الدعاء المبارك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. رابعهما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه ذكر دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن هذه الدعوة يقول ابن القيم رحمه الله فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله عز سبحانه وتعالى سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثوابت والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عسرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه واستقالته عثرته، واستقالته يعني الله يرفع عنه العثرة يقيله عن العثرات، واستقالته عثرته. جزاكم الله عليك، جزاكم الله خير. استقالته واستقالته والاستقالته التي قبلها إيش؟ مرفوعة ولا مخفوضة؟ معلش الشيخ هي واستقالته ولا استقالته؟ رجوعه إلى الله. قال ورجوعه ولا قال ورجوعه؟ لأن هذه هي معطوف على ما قبلها، فإن كان ما قبلها مخفوضا سيكون مخفوضا، وإذا كان ما قبلها مرفوعا ستكون مرفوعا. رجوعه هذه العين وش عليها؟ ما عليها شيء، كلها ما عليها شيء شيخ.
طيب نرجع من أول الجملة، يعني من أول الجملة من البداية نرجع. تفضل. نعم أنا ليس في يدي متن، ما عندي متن هنا، لكن نرجع من البداية لكي نأتي بإعرابها. تفضل. نعم. والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله. لا، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله، مفعول به. انكساره ورجوعه، ورجوعه ورجوع إلى الله. أيوة، إلى الله. واستقالته عثرته له، واستقالته عثرته. أيوة، منصوب، كله مفعول به، مبني على مفعول، معطوف على منصوب. نعم تفضل أحسن الله. نعم نعم، جزاكم الله خير. والاعتراف بعبوديته وافتقاره، وافتقاره إلى ربه. فهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، بارك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. عليه الصلاة والسلام. عليه